هرجع مع حضرتك ليوم 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر. حضرتك كنت فين؟ موقعك كان ايه؟ حضرتك كنت ملازم اول ساعتها؟ كنت ملازم. ملازم لا. ملازم اللي هي سنه خدمه. سنه واحده خدمه. سنه خدمه لسه خريج. لسه خريج جديد. اه. كنت فين يا فندم يوم 6 اكتوبر؟ يوم 6 اكتوبر انا كنت نزلت اجازتي يوم 3 اكتوبر وده من ضمن خطه الخداع. ان الاجازات تنزل عادي وناس طلعت العمره وناس اعلنت عن القرعه بتاعه العمره وناس نزلت اجازاتها السنويه وناس نزلت الفرق بتاعتها. لكن لما يتقال ان في درجه تاهب قصوى وانه في استدعاء لكل افراد الجيش هيتعرف ان في حاجه. هو كان الخداع صح. بقى ان احنا لغايه اللحظه الاخيره لم نعلن ان هناك اي تاهب. صحيح. عشان كده كان حصل ارتخاء على الجبهه الاسرائيليه في اتجاه مصر. ارتخاء غير عادي. وكانت حتى تعرفي لما حضرتك تشوفي حاجة وما تصدقهاش، انت شايفاها بس مش مصدقاها، مش مصدق ان ده بيحصل، لان مفيش اي عوامل تؤكد ان اللي انت شايفاه ده حقيقة، يعني واللي انت تعرفيه حقيقة. يعني جيش مرتخي بيلعب كورة، بيسبح في المية، الروتين اليومي في الوحدات اللي على المواجهة، الناس بتنزل اجازات، الناس دي خطة الخداع الاستراتيجي اللي اتعملت. فكان كله شايف ده وشايف في نفس الوقت بعض الاستعدادات، مثلا فتحات بتتعمل في الستر الترابي. الله، يعني ايه فتحات تتعمل في الستر الترابي؟ يعني الناس دي هتعدي. طب ويتعدوا يعدوا زي هم كده وهم قاعدين بيلعبوا ويومهم عادي. لا، احنا نجحنا في ان احنا انا وصلت بيتي في اسكندريه من منطقه الجفره على طريق السويس على طريق 12 الى اسكندريه. قبل ما اوصل كان التلغراف سابقني بانه بالعوده للوحده. قال لي انت جيت؟ كان عندي والدتي قاسيه شويه كده. انت ايه جابك؟ ده في تلغراف انك انت ترجع. انت مزوغ ولا ايه؟ قلت لها لا، ده انا نازل اجازه. انت خد التلغراف اهو. وانا واقف رحت لامم وراجع على طول. رجعت وصلت الساعه كام؟ وصلت بقى 12 واحده الصبح. طلعنا بقى، ده كان يوم 4 يوم 4 ليله 4 يعني صباح يعني يوم 3 بال صباح يوم 4. ما بدانا يوم 4 لقينا بقى الوحده بيترفع درجه استعدادها بقى بهدوء. بتستكمل المعدات، بتطلع بتترص، بتحط مش عارف إيه. واحنا كنا واخدين على رفع درجات الاستعداد من وقت لاخر كعناصر استطلاع ان احنا لا نهدأ سلما او حربا. لان روح العمل هو المعلومات واحنا دي شغلتنا المعلومات. هو الاستعداد الدائم. هو ده. ف يوم 5 اتنقل لنا ان احنا ايه يعني مقبلين على تنفيذ مشروع. يوم 6 الصبح الساعه 11 12 عدت عربيه توزيع الميه على الوحدات، واحنا كنا عايشين في الخنادق زي ما قلت لحضرتك وعايشين في الملاجئ تحت الارض. فكان تعيين الميه يجي لنا بعربيه فنطاس كبيره تصب في الجراكن وكل واحد بالجركن بتاعه يعيش. يعني كل مجموعه بالجركن بتاعها تعيش. فدخلت العربيه والوحده اتلمت حطت الجراكن دخل ورا العربيه الشهيد اللواء نور الدين عبد العزيز قائد اللواء الثالث مدرع في هذا الوقت. دخل ولقانا كده متجمعين لبسنا يعني مش لائق، يعني اللي بعض في اوضاع اداريه واللي بعض فقال خليكوا زي ما انتوا تعالوا. قال احنا النهارده هنحارب. النهارده؟ النهارده هنحارب. وجهزوا نفسكم على هذا الاساس. وكان الخرطوم بتاع العربيه شغال، فراح واخد خرطوم الميه وقال مصرح لنا كلنا ان احنا نفطر، وكنا في رمضان. طبعا. وقال الدعاء المشهور اللهم بحمدك صمنا وعلى جهادك افطرنا. مش وعلى رزقك، وعلى جهادك أفطرنا. وعلى جهادك افطرنا. وفطرت الوحده كلها زيه. قال قدامي تفطروا كلكم واحنا رايحين نحارب كمان ساعات، محدش عارف مين هيشوف مين ومين هيسمع مين، كلنا طالعين نحارب. فدي كانت لحظه فارقه.
مفيش. الساعة 2 الظهر قبل الساعة 2 الظهر يا فندم اتقال لكم خلاص فعليا، حتى لو حضراتكم متوقعين ده او منتظرين ده ونفسكم ده، احنا منتظرين عمل رئيسي تمام، لكن مش لكن اتقال لكم بقى بشكل رسمي مش خلاص. 2 الظهر كانت الطيارات فوقنا بتعدي من المناطق، احنا كنا في النسق الثاني للجيش، يعني كنا نبعد عن القناة مسافة كبيرة حوالي 60 كيلو 40 ل 45 كيلو، كنا ورا شويه. الطيارات عدت قلنا لا يبقى فيه فعلا حاجه خلاص، وبدات الاجهزه اللاسلكي تتصل، وبدات الناس تاخد تعليماتها، وبدات تاخد اوضاعها، وبدانا ننتشر في الاماكن بتاعتنا ونتحرك اليها ونحتلها ونبدا ننطلق منها، لان ما فيش ولا وحده حاربت من منطقه التمركز بتاعتها، لا دي كلنا انتقلنا. الاجمل من هذا ان احنا قبل الحرب بشهر او شهرين كنا بنعمل مشروع تكتيكي بجنود للواء الثالث المدرع نفسه، وجاء الفريق الشاذلي رحمه الله وقفل علينا الخيمه على اللواء الثالث مدرع وقياده الجيش الثالث فقط، قال اللي من خارج اللي مش من اللواء الثالث ولا من قياده الفرقه الرابعه ولا من قياده الجيش الثالث يتفضل بره الخيمه. ليه يا فندم؟ عشان الكلام اللي هيقوله كلام مغلف. قفلوا الخيمه وقال كلمتين، اللي انتوا هتعملوه ده بروفة للحرب، فاهمين؟ بعد ما عملنا تنظيم التعاون على تختة الرمل وبدأنا نعرف أماكن بعضنا وإزاي نتعاون مع بعضنا ولا إله إلا الله، المهمة التي نفذها اللواء الثالث في هذا المشروع هي المهمة التي نفذها في الحرب. وفتحت الخيمة بعد 3 دقايق لما الناس كانت مذهولة، انتوا الخيمة اتقفلت ليه واتفتحت ليه؟ عشان الناس تعرف درجة السرية اللي كانت بتدار بيها هذا الإعداد لهذه الحرب، درجة سرية عالية، والسرية في العقيدة الشرقية أعلى بكتير جدا من السرية في العقيدة الغربية. السرية كالحفاظ على الأسرار الحربية وأسرار المعركة، أختصرها لك، ولا المعلومة على قدر الحاجة، محدش يعرف أكتر مما يلزمه. بس المعلومة مش في كل جيوش العالم كده يا فندم؟ لا، في جيوش الغرب معظمها درجة السرية مفتوحة جدا لدرجة، علشان كده الغرب ما بينجحش في انه يحقق او العقيدة الغربية ما بتنجحش انها تحقق الغرض النهائي من العمليات. في العقيدة الشرقية دايما يحققوا الغرض النهائي من العمليات. ده في الروس، انا بتكلم عن الروس. فاحنا اتعلمنا من هذه المدرسة قبل حرب اكتوبر، فكانت من احد هذه المدارس مدرسة المعلومات، مدرسة معلومات ان السرية اهم، والسرية هي اللي ادتنا المفاجأة، والمفاجأة هي اللي ادتنا المبادئة عشان نقدر نقول بالحق كده ايه اللي حصل. فكان من الحاجات الجميلة جدا 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 ان احنا درجة السرية دي كله على قده، كله يعرف على قده. بهوأة المعلومات دي مش مطلوبة. ما كانش مطلوب ساعتها في الوقت ده؟ لا ابدا، لان كل واحد لو عرف مهمته فقط وجوانبها فقط وملتزماتها فقط انتهى الموضوع. كل بطل من الابطال اللي شارك في حرب اكتوبر يا فندم بيفضل فيه ذكريات عالقه في ذهنه ويحب انه يحكي عليها بفخر الحقيقه، تحديدا على المجموعه اللي هو كان بينتمي ليها. بصراحه انا في حرب اكتوبر تعرفي الانسان، انا كنت ضابط صغير عندي 20 سنة يعني من 45 سنة فعلا، انا كان عندي ساعتها 20 سنة، يعني النهاردة عندي 65 66 سنة، ربنا يديك الصحة. عمر الحق السنوات اللي عدت على الحرب، في هذا التوقيت انا كنت صغير، لكن كان يملأني حماس زي زملائي ان في هدف انا بسعى اليه بشتغل عليه، والهدف ده الوطن. الهدف ده هدف عالي جدا ينتمي أو يرجع إلى أن أكون أو لا أكون، هو التلقين اللي أنا كنت باخده كده، يا إما تكون يا لا تكون. لا تكون أو لا تكون يعني إيه؟ يعني أنت لو نفذت مهمتك وده نفذ مهمته وده نفذ، ما دي القراءة اللي أنت بتدخلي فيها عملية الحالة النفسية والمعنوية للفرد المقاتل، إنها مسألة حياة أو موت. يا تكون يا ما تكونش، يا بلدنا دي كلها تكون يا ما تكونش. خلاص مفيش غير كده، وده هو ده سر جرأة الرئيس السادات في ان يتخذ مثل هذا القرار في ظل هذه الظروف. المهم
تعرفي اللي داخل اللي بيأدي مناسك وهو دايخ دايخ، بس قدامه غرض، قدامه غرض، لكن هو مش مستشعر قيمة أو حجم أو هول ما يؤديه. لكن في كل لحظة كان عيني على حاجة واحدة، إيه؟ عساكري، عساكري ومؤدتي، عيني عليهم لا تغفل أبدا. إمتى قلقت يا فندم؟ قلقت وإحنا بنحارب لما جينا عند منطقة ممر نتلة، وكانت الخسائر عليت في أحد اللواءات اللي هو الخامس مشاة في أثناء عملية الاستيلاء على جبل مر، فعناصر الاستطلاع اللي عنده كانت خلصت، يعني خسائرها كانت عالية. فاللواء بتاعي رجع وأنا الوحيد بفصلتي اللي انضميت على هذا اللواء كعنصر الاستطلاع، قاعد مع اللواء اللواء يرجع وأنا قاعد في الشرق مع هذا اللواء لحد ما خلصت معركته واستولى على منطقه جبل المر وامنه، وبعد كده رجعنا. ده نوع من القلق. تعرف لما تطلعي من بيتك وبس بتحاربي في بيت تاني، يعني في حته تانية، بيبقى التركيبه النفسانيه بتاعتك فيها نوع من القلق شويه. لا هو ده نوع، لكن غير كده كان الموت رخيص وكان الموت سهل وكان كل حاجة رخيصة، كل حاجة سهلة، في سبيل أن نتقدم خطوة خطوة، يعني نحط إيد رجلينا خطوة قدام. الأيام التي جاءت بعد 6 أكتوبر لم تكن سهلة أيضا طبعا، وطول الوقت إحنا حتى كجيل ما عصرناش حرب أكتوبر، بس سمعنا وقرينا وتحكلنا، كنا دايما عارفين أنه أجمل ما كان أنه ما كناش لما بنحقق انتصار خلاص نركن إلى هذا الانتصار. كنا طول الوقت في حالة من اليقظة والحذر الشديدين. نعم. الأيام اللي جاءت بعد 6 أكتوبر يا فندم، بعد 6 طبيعتها أكتوبر كانت إيه بقى؟ بدأ البناء الحقيقي القوي للقوات المسلحة، ودي كانت عملية كفاح وعمل وجهاد جيلنا عصره واشتغل فيه في رتب مختلفة من ناحية التأهيل والتعليم والبعثات وبناء القوات المسلحة من حيث المعدات والتدريب والتجهيز. كل دي الحالة اللي احنا شايفين عليها القوات المسلحة حاليا حالة تراكمية بدأت من بعد حرب 73، لأن الدرس المستفاد، وده أهم حاجة أنا كنت أحب أركز عليها في كل مناسبة من مناسبات أكتوبر، الدروس المستفادة من هذه الحالة. صحيح. لأن الدروس المستفادة هي اللي هتقودنا إلى الأفضل، هي اللي هتقودنا إلى إن كيف نتصرف. بس الزمن غير الزمن في حالنا. بس الزمن غير الزمن والظروف غير الظروف. هتعرفي حضرتك ما حدث في أكتوبر ودروسه المستفادة يصلح لأي زمن، لأن مصر اتحطت في الحالة الأيديال المثالية. مصر دولة فقيرة، متعبة اقتصاديا، تعبانة نفسيا ومجهدة من ناحية قواتها المسلحة، وفجأة تتحط قدام هذا الأتون من قرار الحرب الذي اتخذه الرئيس السادات، وبإمكانياتنا وبقدراتنا استطعنا أن نحققه. بعد هذا بدأ بقى البناء الحقيقي للقوات المسلحة. البناء الحقيقي يعني إيه؟ يعني ان انا بقى ايه من الدروس المستفاده، ان يجب ان يكون لمصر جيش يحقق الردع لكل القوى اللي حواليه. لكل القوى اللي حواليه. اكيد، لان مصر النهارده هو ما فيش عدو رئيسي غير اسرائيل. ما فيش عدو رئيسي غير اسرائيل. لكن في نفس الوقت كان يجب ان يكون هذا الجيش قوي. قوه هذا الجيش هي اللي ادتنا المنعه. وحمتنا من تهورات كبيرة كانت هتترتكبها دول زي الولايات المتحدة في أحداث يناير. لما اقتربت بأسطولها ولما اقتربت بقواتها من شاطئ المتوسط. لكن في نفس الوقت احنا كان بناء القوات المسلحة هو الهاجس الأكبر. وتعدد مصادر التسليح للقوات المسلحة هو الهاجس الأكثر تعقيدا، والحقيقة التي أثارت العالم كله حتى الآن. لا يوجد جيش في العالم في هذا التنوع من الأسلحة التي استطاع الجيش المصري أن يستوعبها في منظومة واحدة. سؤال أخير.